عندما يكون فضائنا خلينا نقول وطني عراقي نقول هناك استهداف يعني المكون الشيعي زين. هناك استهداف للمقاومة الإسلامية استهداف قادتنا الدليل استشهاد أبو مهدي حج قاسم غيره من القيادات ما شفنا موقف لا من الأخوة الكرد ولا السنة كان موقف عراقي ولا أدانا والقصف الأمريكي إذن كأنه هم في معزل عن الدولة وعن أنه العراق كأنه هم عراقهم خاص وفقهم أجنزتهم ورؤيتهم يجوز أكو مشكلة عدكم أنتم كمكون يجوز مو بس المشكلة عدهم أنتوا ذولا هم غير منكم وبيكم ليش يثق بالأمريكي وما يثق بيك أنت تسأل علي أخو تسأل علي أخو بالحكومة العراقية احنا بالنسبة إن شخصين العدو شخصين مصلحة العراق لابد من خروج الأمريكان زين. لابد إنه بعد هذا البيان بعد هذا البيان راح ممكن راح نشوف تصعيد من المقاومة العراقية مثلا أنا مو ناطق باسم المقاومة الإسلامية لكن تتوقع؟ كل الاحتمالات واردة باعتبار أنه حتى أنه تجميد المفاوضات أو إيقاف المفاوضات من قبل أمريكا هو أنه ابتزاز وكذلك تصعيد ضد الحكومة العراقية باعتبار أن الحكومة العراقية أو العراق المقاومة الإسلامية هي جزء حقيقي وفاعل من محور المقاومة لذلك الأمريكا عندما يأتي إلى العراق لا يريد أن يكون العراق جزء من التصعيد في المنطقة الحكومة هي جزء من المقاومة؟ احنا بالنسبة لنا خلنا نوضح في الموضوع للأخوة قرار المقاومة يعني الإسلامية هو قرار يعني لدى أنه تنسيقية المقاومة مرجعية المقاومة هي مرجعية نفس التنسيقية وليس مرجعية الدولة مقاومة شيء والدولة أو الحكومة العراقية شيء آخر زين تمام.